عشان مثلا انتوا اكيد عايزين فرقه الزمالك تكون افضل، الفرقه يبقى فيها قماشه كويسه، مين يكمل ومين ما يكملش؟ احنا خلاص مع نهايه موسم، فانت مثلا انا هديك اسم مثلا نضاي، ما شاء الله الفتره اللي فاتت بيفوق جامد جدا، انت مع ان نضاي يكمل؟ يكمل. يكمل يا كابتن وائل. هو اللي خلانا كده انا في الاول كنا اسف لا ولا يهمك. في الاول كنا بنقول ايه؟ ما يمشي ادناش حاجه صح، ليه كان بيلعب ايه؟ ما كانش واخد وعينه اتعور وانا قلنا اصابه كتير. يسافر يرجع مصاب بيلعب 5 دقايق 10 دقايق، فلما لعب كتير الراجل عنده حاجات، ويمكن لما يلعب اكتر تظهر. دلوقتي ممكن تلعب ورا، ممكن تلعب في نص الملعب، اللامركزيه دي يمكن هو حافظ شويه. أيوة. ممكن يحفظ بعد كده اكتر. لا والوقت تحس انه عايز يعمل حاجه، يعني هو تحس ان هو عايز، عنده اصرار كبير قوي. عامل جون بتاع سيف الجزير الرابع، عامل كويس قوي. فعنده حاجات، انا مهاله واشتغل معاه هيبقى كويس يعني كمل. لكن في ناس ما انتجتش. زي مين؟ عبد الله جمعه ما هو ما بيلعبش. ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا زي ما قلت لك اللي ما لعبش 10% من ال 30 مباراه ده لازم يمشي. طب عمر جابر لعب 10%. لا بس ما انتكش. ما يكملش. لا ما اولا هيجي يقول لك انا ما بلعبش في مكاني. اه. لا لعبت في مكانك باك رايت او هاف رايت او وينج رايت. اه. يعني لو جيت نعمل مقارنه بينه وبين نيمار، مين يكسب؟ نيمار. فهو عمر على قديمه من الباكات اللي انا بحبها. طبعا. لكن هو في السنه دي او من ساعه ما جه ما انتكتش، او حتى مع بيراميدز ما كانش افضل حاجه برضه بصراحه، يعني ما كانش في التوب فورم برضه بتاعه. ما يكونش هتظلم مثلا احمد فتحي ما هيظلم في بيراميدز عشان ما بيلعبش، لكن عمر لعب ولعب في الحته بتاعته دي رغم ان عمر ساعات بيلعب شمال صح، يعني هو جوكر. أيوة. لكن الانتاج مش على قد مستوى الزمالك ولا عمر جابر. طيب عمر جابر ونضاي رايك؟ ما اقدرش اجاوب لك دلوقتي. لا نفسي تديني مره، كل مره تقعد تقول لي ما اقدرش اصلا مش عارف ايه، وبتعمل حساب بعد كده الناس هتقول لي لو انت قلت رايك. لا 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 ما اعملش حساب حد. لا طب قول انت النهارده زي ما انا قلت لك الاختبار الحقيقي فين؟ في بيراميدز والاهلي. بعد بيراميدز والاهلي اقول لك. بعد بيراميدز والاهلي تقول لي مين يقعد ومين يمشي. دلوقتي ما تقول، طب مفيش اي حد يديك مؤشرات ايجابيه؟ لا ما اقولكش دلوقتي. يعني نضاي مش مديك اي مؤشرات ايجابيه؟ خد بالك نضاي ما هو ماشي كويس. وانا اتكلمت قبل كده وقلت لك الناس حكمت عليه قبل ما يلعب. ايوه. اديله فرصه لان هو كان افضل من ناس خدت فرص. بس ما كانش بيلعب. انت فاهم؟ فدي مشكله. طب لما لعب بقى كويس، بس انت عندك اختبارات صعبه في الماتشين الجايين. أيوة. هيبان. انت عارف انت دايما كده لما تقدر تقيم الصوره بشكل اوضح. انت عارف انت دايما كده يا امير، واحنا حتى في الناشئين وبنيجي نختبر الولاد بنقول ايه؟ واحد بيلعب وسط ناس ايوه ما بتعرفش تلعب، فبنقول ايه؟ هات احسنهم. طب حطه بقى مع مستوى تاني هيبان، مع مستوى اعلى بيبان، مع مستوى اعلى بيبان. ليه؟